بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بفيديو جديد وانبوكسنج جديد لموبايل من شركة اوبو. النهاردة معنا ارخص موبايل في الفئة الاقتصادية بتنزله شركة اوبو في 2020، وهو خليفة الموبايل اللي نزل السنة اللي فاتت اللي هو A5S. النهاردة معنا A12. هنعمل انبوكسنج زي ما انتوا شايفين، محتويات العلبة، الكفر من البلاستيك والدبوس، استخراج الشرائح، وبعد كده عندنا الموبايل، وبعد كده عندنا الشاحن ووصلة الشاحن، وطبعا ملاحظة ان مش بيجي ورا الموبايل سماعة. دي كانت محتويات العلبة. نخش بعد كده يا جماعة على الموبايل، وزي ما قلت لحضراتكم الموبايل ارخص موبايل من شركة اوبو نزل في 2020. سعر الموبايل حوالي 2300 جنيه مصري و 140 دولار، والاسعار دي خلي بالكم يا جماعة بتتغير مع الوقت. مواصفات الموبايل اللي معانا دلوقتي، اول حاجة بيجي بشاشة 6.2 انش HD+، من نوع IPS LCD، ودي بتدينا كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش، وبيجي معالج طبعا هو الأسوأ في الفئة الاقتصادية اللي نازل فيها الموبايل، وهو الهيليو B35، وده يعتبر أقل معالج حاليا موجود في المعالجات ثماني النواة. تاني حاجة بيجي النسخة اللي بتنزل مصر هي نسخة واحدة بس فقط لا غير، بذاكرة داخلية 32 جيجا مع رامات 3 جيجا. الكاميرات بتيجي كاميرتين خلفيتين، الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل والتانية بدقة 2 ميجا بكسل، ودي للعزل. والكاميرا الأمامية في النوتش اللي هو الووتر دروب دي كاميرا بدقة 5 ميجا بكسل. البطارية عندنا هنا 4230 ملي أمبير، ودي طبعا بطارية كويسة، لكن للأسف بتيجي بمدخل شحن عادي مايكرو USB، لا يدعم الشحن السريع. دي يا جماعة مواصفات بو A12. هنعمل شوية اختبارات للموبايل. طبعا هو الموبايل يعتبر نازل في فئة اقتصادية، هننزل شوية ألعاب وشوية تطبيقات، ونرجع مع بعض نقول ايه هي المميزات وايه هي العيوب اللي قابلتنا في الاوبو A12. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بعد تجربة سريعة للأوبو A12. طبعا المفروض نتكلم عن مميزاية وعن عيوب، لكن الصراحة في الموبايل ده مفيش مميزات واضحة ومفيش عيوب واضحة، وده لسبب بسيط، ان انت بتلاقي مزايا جوه العيوب وعيوب جوه المزايا. طبعا الكلام ان كان غريب يا جماعة شوية عليكم، فانا هحاول اوضح لكم انا اقصد ايه. اول حاجة عندنا التصميم بتاع الموبايل زي ما انتم شايفين كامل من البلاستيك، انا مش بعتبره ميزة او عيب، كل موبايلات الفئة السعرية دي كده عادي. تاني حاجة عندنا هنا الشاشة، المفروض نقول عليها ميزة ان هي شاشة كويسة صراحة، الوانها جيدة، سطوعها جيد، كعادة شركة اوبو بتقدم شاشات محترمة حتى وان كانت HD+ مش Full HD، ولكن زي ما الشاشة حلوة انا من وجهة نظري يعيبها حاجتين. اول حاجة الحجم الصغير 6.2 انش، تاني حاجة الدقة بتاعتها الضعيفة ال HD+. تاني حاجة عندنا هنا هي البطارية، على الرغم من ان البطارية حجمها كويس 4230 ملي امبير، لكن زي ما قلت لكم بتلاقي عيب جوه المزايا، لكن ينقصها البطارية انها بتيجي طبعا بحاجة سيئة جدا انا الصراحة بكرهها، وخاصة في 2020، وهي مدخل الشحن العادي. الموبايل بيجي بمدخل شحن عادي مايكرو USB، مفيش Type-C، وينقص برضو البطارية انها لا تدعم الشحن السريع. ثالث حاجة هنا الكاميرات، الكاميرات بصراحة ادائها جيد، سواء كانت الكاميرا الخلفية الاساسية او الكاميرا الامامية، الاداء في المجمل اداء جيد، لكن بصراحة في الفئة السعرية دي في موبايلات بتقدم اداء كاميرات افضل بكتير، وخاصة ان احنا بنشوف برضو موبايلات باربع كاميرات خلفية وكاميرات وايد وكاميرات مايكرو وكاميرات امامية بدقة اعلى صراحة من اللي موجودة في الموبايل ده. فهنا
المشكلة ان انت بتلاقي في نفس الفئة السعرية دي موبايلات بتديك اداء كاميرات افضل من الاوبو اي 12. مش معنى كده ان الكاميرات هنا وحشة، لكن زي ما قلت لحضراتكم في حاجات احسن من كده، وعشان كده احنا بنقول ان الموبايل ده هو الموبايل العادي. تجربة الصوت هنا كانت جيدة وما عنديش معها اي مشكلة، وممكن نعمل تيست مع بعض دلوقتي ونشوف. طبعا تجربة الصوت هنا الصراحة جيدة، على الرغم من ان السماعات هنا سماعات عادية مونو مش استيريو، وسماعة وحيدة اللي هي السماعات اللي من تحت هي اللي بتطلع الصوت، ما عندناش هنا الدول سبيكر او الكلام ده كله. بعد كده هنخش على اخر حاجة واسوأ حاجة في الموبايل ده، وهي الاداء العيب الصراحة اللي نقدر نقول عليه عيب واضح وصريح، وهو الأداء. في كل الحاجات اللي فاتت دي كانت حاجات عادية ممكن نتعايش معاها ونتقبلها عادي، لكن الصراحة العيب هنا الواضح جدا لأي حد هو الأداء. الموبايل بيجي بمعالج اللي هو الهيليو بي 35، ده معالج قديم يا جماعة، كان بينزل في موبايل برضو من أوبو لو حضراتكم قلتوا في أول الفيديو اللي هو A5S. الصراحة أوبو شركة كلنا عارفين إنها تبع ريال مي، ياريت كانت أوبو حطت معالج زي المعالج اللي نزل في نفس الفئة السعرية دي اللي هو الريال مي سي 3، وده بيجي بمعالج جيد جدا اللي هو الجي 80. هتقابل هنا لو أنت مشتري الموبايل ده عشان خاطر الألعاب، صراحة هتقابلك مشكلة كبيرة. الأداء هنا في الألعاب خاصة بالذات أداء غير جيد على الإطلاق. هتلاقي موبايلات في نفس الفئة السعرية من نفس الشركة أوبو زي ما قلت السي 3 بتديك أداء أفضل من كده، هتلاقي موبايلات في نفس الفئة السعرية دي من شاومي زي الريدمي 9 هيديك أداء أفضل من كده. ده كان العيب الواضح الظاهر وهو الأداء. في نهاية الفيديو وخلاصة الفيديو عن الموبايل الأوبو A12، هل ينصح به وهل هو صفقة جيدة مقابل المال؟ صراحة أنا شايف أنه صفقة ضعيفة جدا بالنسبة للفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل. في موبايلات بنفس سعره بتديك أداء أفضل في الشاشة، أداء أفضل في المعالج، أداء أفضل في الكاميرات، أداء أفضل في البطارية. هو الصراحة مش أفضل قيمة مقابل المال، في موبايلات أفضل منه بكتير زي الريالمي سي 3 وزي الريدمي 9 من شاومي. في المجمل ده كان فيديو يا جماعة مختصر عن الموبايل. لو اختصرنا الفيديو في دقيقة واحدة ممكن نطلق على الموبايل ده هو الموبايل العادي. الصراحة الموبايل ما فيهوش أي حاجة مميزة أو طفرة على الإطلاق، هو عادي بالنسبة للفئة السعرية. بالعكس في موبايلات كتير جدا في الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل ده بتديك أداء أفضل وكاميرات أفضل وبطارية أفضل وشاشة أفضل. رأيي الشخصي لو حابب هل أنصح، صراحة من وجهة نظري الشخصية أنا لا أنصح بشراء هذا الموبايل، لأنك أنت بتلاقي الصراحة في نفس الفئة السعرية دي موبايلات بتديك حاجات أفضل منه بكتير. فأنا ده رأيي الشخصي يا جماعة، محدش يزعل مني إن أنا لا أنصح أحد إن هو يشتري الموبايل ده إلا إذا تمنه قل شوية عن كده. ده كان فيديو مختصر عن الموبايل، سامحوني إذا كان رأيي ما عجبش حد من حضراتكم، ده رأيي بعد تجربة سريعة وشخصية للأوبو A12. في النهاية أتمنى إن الفيديو يكون نال إعجاب حضراتكم. لو عندكم أي تعليق أو أي استفسار
اكتبوا لي وهرد عليكم. بشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى أن الفيديو البسيط ده يكون نال إعجابكم. وفي النهاية شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.